بس راح آخر شيء راح نشرح على هذا الأداة اللي راح يسوي هذا الخط. ضغطة واحدة راح نضغط عليها، نجي على الديستانس، راح يطلب من عندك قياسات. تأكد عندك القياسات، مثلا راح أكتب 10 7 مثلا، وانطي انتر، واروح اختار الخطين اللي عندي، وراح يصير عندي كلش طبيعي. حسنا، هنا هاي الأسئلة اللي ممكن راح يطرحها عليكم. راح أعيد الأسئلة بشكل سريع كلش، لأن صار 30 دقيقة كلش، أصلا ما حد ما راح يشوفني يدري. أول سؤال راح يكون على شلون أفتح ملف جديد، ثاني سؤال راح يكون على شلون أخزن ملف، ثالث سؤال ممكن راح يقول لي افتح لي الملف اللي خزنته، رابع سؤال اللان راح يقول لك ارسم لي خط بزاوية، رابع سؤال ممكن يقول لك السيركل سواء بقطر، يريد منك نصف قطر او قطر، وبعدها ممكن راح يسألكم على الكوبي، وممكن راح يسألكم بعدها شلون امسح شي، وممكن راح يقول لك طلع لي قياس فلان شي، وممكن ما تمسح لي الزيادات او التان تان شلون استعمله، وكذلك ممكن راح يسألكم على الخط المتقطع، او ممكن راح يسألكم على اخر شي اللي شرحناه اللي هي هاي المنحني والاخ هذا الجواب. هذا أهم الأسئلة ممكن تطرح على الأدوات، غيرها ما أتوقع راح يجي. راح ننتقل لشيء آخر اللي هو ممكن راح يسألك، اللي هو هذا الامتحان راح يكون شلون أرسم فلان. باو، بالنسبة لي أكو واحد من الرسومات راح ما أشرح لكم إياها، لأن بيها خطأ يعني ما يصحح إلا بواسطة المدرس، لأنه ما منطق مراكز دوائر، فمستحيل الرسم اللي هي مو هاي. وين ال وين خزنتين؟ دقيقة، ولا هاي، هاي هنا مراكز الدائرة ما منطق، يعني هذا ما منطق، اكو بيه ما منطق. هاي مركز الدائرة مالتها وين؟ هاي مركز الدائرة مالتها وين؟ يعني ما ادري، حاولت حيل ارسمها هاي الرسمة ما قدرت. بس الرسوم الخمسة البقية راح اشرح لكم عليها بشكل مو تفصيلي، وانما الاسئلة اللي ممكن راح تنطرح وراح نرسمها سوا ان شاء الله. هنا خلصنا من شرح الادوات.